السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين المتابعين. أخطر ثلاث هجمات على إسرائيل في يومها المقدس. من مفارقات الهجوم الإيراني الواسع على إسرائيل بأكثر من 300 طائرة مسيرة وصواريخ مجنحة وأخرى باليستية أنه الهجوم الخطير الثالث الذي جرى في يوم سبت. قوات الحرس الثوري الإيرانية انتقمت بهذا الهجوم الذي جرى مساء يوم السبت 13 إبريل من إسرائيل على خلفية الغارة الجوية التي استهدفت في 1 أبريل 2024 مبنى ملحق بقنصليتها في دمشق، ما أودى بحياة 16 شخصا من بينهم قائد رفيع في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. هذا الهجوم الخطير والواسع بوسائط جوية عابرة للحدود جعل من الشرق الأوسط منطقة مرشحة بشدة لحرب مدمرة، وزاد من الاحتجان الشديد الناجم عن تواصل العمليات الإسرائيلية العنيفة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي. هذه العمليات العسكرية الإسرائيلية غير المسبوقة في مدتها وضراوتها وعنفها طالت أيضا جنوب لبنان ومواقع بسوريا. الهجوم الانتقامي الإيراني في 13 أبريل وصفه منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية جون كيربي بغير المسبوق من حيث الحكم والنطاق والمدى ولم يرى من قبل. الحرب المدمرة التي بدأتها إسرائيل منذ 7 من أكتوبر 2023 كانت رداً على هجوم طوفان الأقصى المفاجئ الذي نفذه مقاتل حماس واستهدف مستوطنات إسرائيلية متآخمة للقطاع، هجوم جريء هو الآخر في يوم سبت ويوصف بأنه الأخطر على الدولة العبرية منذ نصف قرن. في وقت مبكر من صباح يوم السبت 7 أكتوبر 2023 اخترق مقاتلون فلسطينيون ينتمون إلى كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس ومقاتلون آخرين لفصائل مسلحة أخرى منطقة غلاف غزة مع إسرائيل جوًا بواسطة دائرات شراعية، واقتحموا برًا على متن الدراجات النارية وسيارات الدفع الرباعي الحدود ودخلوا عدة بلدات ومستوطنات إسرائيلية. الهجوم عد على نطاق واسع فشلًا ذريعًا بالدرجة الأولى للاستخبارات الإسرائيلية التي توصف دائمًا بقدرات تفوق الخيال وتقترب من الأساطير. بينما نجد أن الهجوم الخطير الأقدم في تاريخ إسرائيل قد جرى قبل أكثر من نصف قرن من الوقت الحالي، وقد حدث هو الآخر يوم السبت 6 أكتوبر عام 1973، وتمثل في هجومين مفاجئين متزامنين على القوات الإسرائيلية في الجبهتين المصرية والسورية. قوات الجيش المصري تمكنت في تلك الحرب من عبور قناة السويس وتدمير خط بارليف وحققت الكثير من المكاسب على الأرض وخاصة في أيام الحرب الأولى. الأمر ذاته جرى على الجبهة السورية حيث تمكن الجيش السوري بعد قصف جوي ومدفعي مكثفين من اختراق تحصينات خط آلون، وصلت قواته بعد أن كبدت القوات الإسرائيلية خسائر فادحة إلى مشارف بحيرة دبرية. طبعا يوم السبت كما هو معروف عطلة شائعة في معظم دول العالم، إلا أنه بالنسبة لأصحاب الديانة اليهودية ليس يوم راحة اختيارية بل يوم له جذور دينية تحظر أي نشاط دنيوي، وكان من ينتهك قوانين السبت في بعض حقب التاريخ يتعرض لعقوبات شديدة الصرامة. من المفارقات الأخرى التي تضاف إلى الشراك ثلاثة من أخطر الهجمات على إسرائيل في كونها جرت في يوم سبت، أن الهجوم الإيراني على إسرائيل جرى تحديدا يوم 13 أبريل. هذا الرقم يعد بين شعوب أوروبا وأمريكا الشمالية سيء الحظ ومصدر تشاؤم، الكثيرون ممن يتضجرون منه يحاولون تجاهله وتجنب الاجتماع به بمختلف الأشكال. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإذا أعجبكم الفيديو فلا تنسوا التعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.